تعالوا كده يا جماعة نجرب نعمل بروجكت يعرض لي تقرير بالكريستال ريبورت بأكسس. يعني ايه؟ بنبدأ بس ايه ناخد على الموضوع يعني. خلاص تعالوا نفتح مع بعض فيجوال ستوديو 2015 كوميونيتي اديشن، وهعمل بروجكت جديد وليكن مثلا فيجوال سي شارب ويندوز فورمز ابليكيشن بأي اسم، تمام؟ و هندوس او تعالى نسميه عشان حتى نبقى عارفين يعني reports with access، وهدوس على انتر. اوكي، وبعدين تجربة سريعة كده هنعمل الاول ال database access. تعالوا نفتح مع بعض برنامج مايكروسوفت اكسس، اوكي، ونعمل بلانك داتابيز باي اسم على الديسكتوب، نقول له كرييت، ونكرر جواها اي جداول، وليكن مثلا نجيب الجداول دي، ده جدول قسم، خلاص كوبي وحطه لنا هنا، هتقفل ده كده، هاتلي كرييت كويري ديزاين، شيل الكلام ده، هات لي السيكوال وحط لي الكلام ده كده ورنه، وخد الجدول ده رنه كمان اهو، وتعالى نضيف فيه شوية بيانات علشان نجرب بيها. دي البيانات اهي، اوكي، دي بيانات الديبارتمنت، هات لنا كده جدول الايه الديبت، نقف هنا كده ونحط البيانات دي كده، اوكي، وهات لي بقى بيانات الامبلوي الموظفين اهو، واقفل دي كده، هات بقى الجدول ده وحط الموظفين هنا اهو، بس دي كده ايه بيانات عندي للتست. طيب دلوقتي هنعمل ايه؟ دي الداتابيس قدامي على الديسكتوب، انا هاخد الداتابيس دي كات واحطها في المشروع بتاعنا بيست اهو، بن ديباج، وادي ايه بيست هنا، ادي ايه الداتا بيس، خلاص. طيب ده اللي عندي دلوقتي، تمام كده، اقفل بقى الكلام ده وتعالى نزل لي كريستال ريبورت، تمام، هات من التول بوكس، هات كريستال ريبورت فيور، نزله هنا هينزل معاك، اوكي سيف، دوس على الزرار ده واختار كرييت ا نيو كريستال ريبورت، هتسميه كريستال ريبورت 1، نسميه كريستال ريبورت 1، خلاص. هتعمل الكونكشن بتاعك منين؟ انا هعمل تقرير عادي بالويزرد وستاندرد، هدوس اوكي. هتعمل التقرير بتاعك منين؟ من الكونكشنز دي، ده انا عايز اعمل كونكشن جديدة، هدوس هنا وهختار اولي دي بي اي دي او، هفتحها كده، هتروح مطلع لي الدايلوج بتاعتها، هختار الاكسس الجديد اهو اهو، اوكي، وهدوس على نيكست. بعد كده هتدوس هنا تختار الملف، هختار الملف من الديسكتوب، لا هو من المشروع، حطيناه في المشروع، يبقى هختار الدوكيومنتس، هختار فيجوال ستوديو 2015، هختار بروجكتس، المشروع اللي احنا لسه عاملينه حالا اللي هو ريبورت ويز اي اكسس اهو، بن ديباج، هختار الملف، اخترته خلاص، هدوس على نيكست، هدوس على فينيش، خلاص كده اخترته، جاب لي الكونكشن. بعد ما جاب لي الكونكشن، اوكي، جاب لي منه الجداول اللي جواه لوحده اهو، الدبت والام لوحده اهو، كل ده انا لسه فين في الكريستال ريبورت ويزر ده، ماشي اهو، جاب لي الدبت والام زي ما شايفين مع بعض اهو. انا مثلا هختار الام، ماشي، عايز اعرض بيانات الامبلوي، رحت دايس على السهم ده كده، يبقى انا كده اخترت ايه الجدول اللي التقرير هيقوم عليه يا جماعه، اخترت ايه، انا كده اخترت الجدول اللي التقرير هيقوم عليه، خلاص. طيب وهدوس على نيكست، هنا بيقول لك انت عاوز تعرض ايه، دي الحقول اللي في الجدول اللي انت اخترته،
دي الحقول اللي في الجدول اللي انت اخترته. عايز تعرض ايه؟ قلت له عايز اعرضهم كلهم. هتروح دايس على الزرار اللي معمول عليه سهمين كده، ده كده ايه؟ بقول له عرضهم لي كلهم. خلاص؟ وهدوس على نيكست. عايز تعمل جروب باي؟ لا. عايز تعمل فلتر؟ لا. عايز تعمل، خلاص فينش. خلاص فاهم ازاي؟ فينش. فاهم الفكره ازاي؟ لو فضلت ماشي معاه هيقعد يجيب لك اختيارات، عايز تعمل فلتر، عايز تعمل عرض معين، عرض جدولي بقى ولا عرض ستاندرد ولا، فاهم انت ازاي؟ اهو بيطلع لك طرق الايه، العرض. الطرق العرض دي هتفهمها اكتر بفضل الله لما تستمر في تنسيق التقرير فيما بعد، تفهم التقرير وتعرف بتعمل ايه فيه. المهم انا اخترت ستاندرد اللي هو اصلا ده ديفولت، ولو كنت انت دوست من الفينش كان هو يختاره لك لوحده من زمان، من بدري كان هو مطلع لك زرار الفينش ده من بدري لو تاخد بالك. خلاص هتدوس على فينش، هيروح عارض لك ايه؟ التقرير. اهو ترجع بقى للفورم بتاعتك، تلاقي التقرير ظاهر عليها كده كفيو. خدت بالك ازاي؟ تلاقي التقرير ايه؟ ظاهر عليها كفيو. لو جيت تشغل بقى دلوقتي هيظهر لك التقرير حقيقة مع الداتابيز. اهو بيحمل، اهو دي فعلا البيانات اللي احنا ضفناها في الداتابيز، ده التقرير دلوقتي. اهو ده كده يا جماعة كريستال ريبورت بالاوبشن بقى اللي فيه كلها. تمام؟ بالاوبشنز اللي فيه كلها. عايز بقى تعمل اكسبورت للتقرير، تعمله اكسبورت ايه بقى؟ عايز تعمله اكسبورت بي دي اف ولا وورد ولا ار تي اف ولا اكس ام ال، تعمل اللي انت عايزه بقى. خدت بالك؟ بالمميزات بقى اللي فيه، تظهر دي ما تظهرهاش، بالشغل بتاعه، كل ده. خدت بالك؟ كل الاوبشنز اللي فيه ده، ده ايه؟ ده التقرير اللي هو ايه؟ كريستال ريبورت اهو. شايف عامل ازاي؟ ده ايه؟ تقرير كريستال ريبورت. جاي منين؟ جاي من اكسس، جاي من داتابيز ايه؟ اكسس. تمام؟ طيب نفترض ان انا دلوقتي فتحت المشروع بتاعي، ماشي؟ اه ده المشروع. خلاص ورحت واخد الاي اكس اي بتاع المشروع اللي هو ده، خدته كوبي ورحت حطه هنا ايه؟ على الديسك توب بيست، ورحت جاي مشغله بعيد عن فيجوال ستوديو. اشتغل؟ اه اشتغل. ليه؟ عشان هو لقط منين؟ لقط من هنا، من المكان ده. خدت بالك ازاي؟ لقط منين؟ من المكان ده. طيب خلينا نعمل ايه؟ افتح لي كده الداتابيز، ثواني بس. هو هنا ايه اللي حاصل؟ اخر حاجة عندي 32، صح؟ ماشي تمام، دي اخر حاجة عندي اللي هي ايه؟ 32. افتح الداتابيز، انيبل كونتنت، هات الامب، دخل 33 واكتب ايه؟ اي اسم. تمام؟ اه اي اسم واي قسم واي حاجة. خلاص اقفل الداتابيز، تعال دوس على الاكس اي اللي بره اللي على الديسكتوب اهو، اشتغل وحط لك ايه؟ التلاتة وتلاتين. تمام؟ ده كده ايه؟ الملف اهو شغال معاك. طب لو انا قفلت البروجكت ده خالص، فيجوال ستوديو قفلته خالص وشغلت، اشتغل معاك اهو، شغال معاك. طيب ماشي. طب لو انا غيرت اسم الداتابيز دي، خد بالك بقى، لو انا غيرت خليت الداتابيس 11 بدل 1، وجيت رحت مشغل، اه شفت بقى؟ طلع لك ايه؟ وبيقول لك دخل الباسورد. الرساله دي في ناس كتيره بتشتكي منها، الرساله دي في ناس كتيره بتشتكي منها. هو اصلا بيقول لك دخل الباسورد. طب باسورد بتاع ايه يا عم الحاج؟ وهو اصلا مفيش داتابيس. فاهم حاجه؟ يعني مش بقول لك الداتابيس فيها باسورد وبيطلب الباسورد، لا، ده هو انا حطيت له داتابيس، غيرت مسار الداتابيس اللي هو بيقرا منها. هو الاي اكس اي ده شايف ان هو هيقرا من الداتابيس اللي موجوده في الحته الفلانيه. خدت بالك ازاي؟ فهو ما شافهاش، فراح مطلع لك المشكله دي. فاهم ازاي؟ طيب اقفل الكلام ده. لو انا بقى خدت الداتابيس دي كوبي، خلاص لا رجعها بقى واحد،
عشان يقرأ منها. خلاص لو رجعتها واحد وشغلتها هيشتغل عادي معاك زي الفل، لأن هو الكمبيوتر يا جماعة متبرمج خلاص زي ما الكمبيوتر بيتبرمج. طب ما التقرير ده بيتبرمج خلاص. طب لو أنا رجعت بره معلش وغيرت اسم الكريستال ريبورت ده خليته كريستال ريبورت 11، أنا قافل فيجوال ستوديو خالص، خد بالك. لو شغلت دلوقتي شغال، يبقى هما كده ممكن يكونوا دمجوه في الاكس اي، ودي جديدة، قبل كده ما كانوش بيدمجوه. قبل كده كنا يعني زمان، بس الكلام ده من فترة جامدة، لأن أنا بقالي فترة ما اشتغلتش على الكريستال ريبورت، فمش متابع جديدهم يعني. فمن فترة جامدة جدا كنا لازم نحط الار بي تي ده مع البروجكت بتاعنا، جايز يكونوا هما دمجوه اهو. طب كويس، مفيش مشكلة، كويس، دي حاجة كويسة يعني، دي حاجة ايه كويس. طيب حاجة تاني بقى، لو انا دلوقتي خدت نسخة من الداتابيس دي كوبي وحطيتها هنا بيست، خدت بالك، وجيت رحت مغير هنا كده، هو هيشوف انهي، هيشوف دي ولا هيشوف دي؟ شغل كده، شفت، شاف اللي ايه، شاف اللي في المكان الاصلي، مش هيعرض لك التقرير، شاف اللي في المكان الاصلي، ما شافش اللي معاك، ما شافش دي، فاهم ازاي؟ ما شافش ايه، ما شافش دي. انا بحاول ليه يعني اجرب معاك الحاجات اللي زي كده علشان شغلك انت تبقى فاهمه يعني، تبقى انا بجرب لك اهو، بجرب لك وبنجرب مع بعض. احنا كده شغالين بايه؟ باكسس، لان اكسس ده ملف يعني، مش زي السيكوال سيرفر. السيكوال سيرفر ما فيهوش مشكله لان بتكونكت على السيرفر نفسه خلاص، واحيانا بيكون ملف يعني، احيانا السيكوال سيرفر بيكون ملف زي ما انتم عارفين تمام، لكن الاكسس ملف دايما. الاكسس ايه؟ ملف. كده احنا عملنا ايه؟ شغلنا اهو من هنا، بس هو بيكونكت على دي، على الداتابيز اللي جوه اللي انت قايل له عليها، خد بالك. يعني هو هنا بيكونكت على الداتابيز اللي انت قايل له عليها. استنى استنى، رايح فين؟ ويت، انتظر ثواني. عملت اشتراك؟ طب عملت لايك؟ ده دوسه دوسه اشتراك. عملت الجرس علشان يوصلك كل جديدنا؟ عملت شير للناس علشان ربنا يكرمك؟ وما تنساش تدخل على موقع الاكاديميه www.hassuna-academy.com وتسجل حساب عشان نعرفك وتكون معانا دايما. انشر الخير للناس في كل مكان، ربنا يكرمك بفضل الله.